تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا افتراضيا اليوم بطلب من المملكة العربية السعودية. ويبحث الاجتماع الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة يبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين وخصوصا في القدس، وما يقوم به الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك. دوليا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية افتراضية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بطلب من كل من تونس والنرويج والصين.